أسعد الله مساءكم بكل خير يا حلوي. وصلت للمكان اللي كنت بجي عنده، فهذا هو أيالا تراي أنجل، يعني مزبطين لك الأشجار بالإضاءة، مسوين كافيهات وجلسات طرب وميوزك وتغير جو، تغير النفسية وتستمتع بالأوقات هذه، تستمتع بالجمال المنظر هذا. وبس مع قليلا من القهوة انت جوك فللي. خطير بوليفاردهم والله.